بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن درس جديد من دروس الوحدة الثالثة بعنوان حقوق الطفل. الطفل ليه حقوق لازم يحصل عليها، ولازم نحترم حقوق الطفل ونحاول قدر الإمكان نوفرها له علشان يطلع إنسان أو يكون إنسان سوي بعد كده، إنسان يقدر يفيد مجتمعه مهذب خلقيا وسلوكيا وكمان علميا علشان يكون إنسان ناجح في لبلده ومجتمعه إن شاء الله. السؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه، ما حقوقك كطفل؟ أنت حقوقك إيه كطفل؟ تعال نشوف الدرس ونشوف هل هو بيوضح لنا حقوقي كطفل إيه هي، وكمان الواجبات اللي عليا أو الأدوار اللي لازم أديها في المجتمع علشان أفيد نفسي وأفيد غيري. يلا بينا نتعرف على درس حقوق الطفل ونتعرف على حقوقنا ونعرفها ونطالب بيها ونتمسك بيها ان شاء الله. طيب، حقوقك كطفل، رقم واحد حقك في التعليم والترفيه. لابد للطفل انه يتعلم تعليم كويس وتعليم جيد، ومن حقه كمان في الترفيه. يعني ايه؟ من حقك بعد ما تأدي دورك تروح مدرستك وتعمل الواجب اللي عليك وتساعد باباك ومامتك، في نهايه اليوم ان انت تلاقي ترفيه، سواء نادي او حديقه، او في الويك اند عطلة نهايه الاسبوع تقدر تلاقي حديقه او نادي ترفع فيه عن نفسك. حقك في الحمايه، لازم الطفل يكون حاسس بالامن والامان وحاسس بالحمايه. والحمايه دي مش معناها ان حد ما يضربنيش، لا، حمايه في كل حاجه. حمايه يعني شعور بالامن، شعور بالامن ان انا هلاقي اكل في وقت محدد، هلاقي تعليمي لما تعب هلاقي مستشفى تعالج فيها. هو ده المقصود بالحمايه. الحمايه دي مفهوم كبير جدا، ان الانسان يبقى عايش دايما مطمن وفي امان من اي حاجه هو ممكن يحتاجها ومن اي مشكله هو ممكن يواجهها. تمام. حقك في مسكن لائق، من حق اي بني ادم سواء طفل او كبير او صغير ان يكون ليه مسكن لائق بيه. مسكن ايه؟ لائق بي. تمام. بعد كده التغذية الأساسية، من حقك انك تتغذى غذاء سليم وصحي ونظيف، تاكل كل يوم كالسيوم وبروتينات وكل عناصر الأكل تتغذى وتلاقيها. تمام. من حقك الطفل. حقك في الرعاية الصحية والأسرية. يعني ايه كلمة الرعاية الصحية والرعاية الأسرية؟ من حقك انك تلاقي أب بابا وماما خايفين عليك وعلى مصلحتك، بيوفروا لك احتياجاتك. تمام. هو ده المقصود بالرعايه الاسريه، بيوفروا لك النصيحه الوقت اللي تبقى محتاج فيه النصيحه، بيوفروا لك الحكمه في الوقت اللي انت محتاج فيه الحكمه، بيقدروا لما تواجه مشكله ياخدوا ايد بايدك وتقدر تعدي المشكله دي. هو ده المقصود بالرعايه الصحيه. كمان الحق في اسم مناسب، ليك حق كبير جدا في اسم مناسب. يعني ما ينفعش يبقى مثلا كل زمايلك ليهم اسامي جميله والناس بتحبها وتيجي تتسمى اسم مش كويس، تبقى مش راضي عنه، ولما حد ينادي عليك تبقى مكسوف من اسمك. يبقى من حقك في اسم مناسب زيك زي باقي زمايلك. يبقى لما يجي لك في سؤال اكمل من حقوق الطفل نقط ونقط ونقط، حقه في الحمايه، حقه في الرعايه الاسريه، حقه في التغذيه الاساسيه، حقه في اختيار اسم مناسب، حقه في التعليم، حقه في الترفيه، كلها دي حقوق للطفل لا يجب ان يتمسك بها ويحصل عليها ان شاء الله عشان يبقى يكون طفل ناجح في المجتمع. تمام. ما الجهود الدوليه والمحليه لحمايه حقوق الطفل؟ هل العالم بيبذل مجهود عشان يحافظ على حقوق الطفل؟ هل الدولة المصرية بتبذل مجهود عشان تحافظ على حقوق الطفل؟ تعالوا نشوف. أولاً الجهود الدولية، الجهود الإيه؟ الدولية. هل العالم بيعمل جهود علشان يحافظ على حقوق الطفل؟ آه. قال لك رقم واحد المشاركة، هو أن يشارك الطفل في اتخاذ القرارات المهمة في حياته. يبقى منظمة الأمم المتحدة والجهود الدولية بتقول ان الطفل ليه حق المشاركه. المشاركه في ايه؟ في اتخاذ القرارات المؤثره على حياته. يعني ايه؟ هو بيحب مثلا
المدرسة دي. تمام؟ بابا وماما عايزين يودوه مدرسة تانية. من حقه يختار المدرسة دي. لأنه قرار مصيري. هيأثر في حياته، هيأثر في أصدقائه، هيأثر في جودة تعليمه. يبقى القرارات الحاسمة المهمة من حق الطفل انه يشارك في اتخاذ قراراته ويبدي رأيه. تمام؟ ويقول رأيه. تاني حاجة في الجهود الدولية قالت ان من حق الطفل الرعاية، انه يتربى في بيئة تساعده على النمو والتطوير. يتربى في بيئة تساعده على ايه؟ على النمو والتطوير. طب الرعاية دي او البيئة بتشمل ايه؟ تشمل مسكن مناسب، يبقى من حقه مسكن مناسب، من حقه غذاء مناسب، من حقه يتعلم في مدرسة هو يختاره بجودة معينة، من حقه وقت اللعب والترفيه. يبقى تاني الجهود الدولية قالت من حقه المشاركة، المشاركة دي انه يشارك في اتخاذ القرار المناسب. من حقه الرعاية، الرعاية دي انه يكون في بيئة تساعده على النمو والتطوير. يكون ايه؟ موجود في بيئة تساعده على النمو والتطوير. تشمل ايه؟ تشمل مسكن، تشمل غذاء، تشمل تعليم، تشمل وقت اللعب والترفيه. كمان من حقه الحماية، كمان الطفل من حقه الايه؟ الحماية، انه يعيش في بيئة آمنة، انه يعيش في بيئة ايه؟ آمنة. يبقى الجهود الدولية المشاركة في اتخاذ القرارات السليمة، الرعاية، بيئة تساعده على النمو والتطوير زي مسكن مناسب والتعليم والترفيه والغذاء، آخر حاجة الحماية، انه يعيش في بيئة آمنة. طيب، الجهود بقى، معلش، دي الجهود الدولية، ايه الجهود بقى المحلية؟ طيب، الجهود المحلية بتتضمن الجهود دي دستور مصر سنة، دي بقى الجهود المحلية مش الدولية. دستور مصر سنة 2014، دستور مصر سنة 2014. مصر عملت دستور سنة 2014، ايه هو الدستور دوت؟ هو الكتاب اللي فيه مواد بتنظم حياتنا. هو كتاب كبير بتقوم الدولة بإعداده، كل طوائف المجتمع، كل طوائف الشعب بيشاركوا في إعداده، والكتاب دوت هو اللي مسؤول عن تنظيم حياتنا. في مادة رقم 80 بتقول، مادة رقم 80 دي بتقول أكدت على حق الطفل في الرعاية والتعليم والصحة والمسكن. يبقى المادة رقم 80 من الدستور المصري اللي اتعمل سنة 2014 بتقول ان الطفل ده ليه حق في التعليم، ليه حق في الرعاية، ليه حق في الصحة، ليه حق في المسكن. تمام؟ تمام؟ وقوانين الطفل المصري كمان الدولة ما اكتفتش بالدستور وراحت عملت قوانين الطفل المصري، حطت قوانين خاصة للطفل المصري، وضعت قوانين تتضمن مواد تشيل لحقوق الطفل. ما اكتفتش بالدستور، راحت حطت قوانين، القوانين دي بتأكد على حقوق الطفل وحمايته من أي نوع من التمييز. يعني مثلا ما ميزش الطفل عن التاني، ما اقولش الطفل ده أحسن من ده عشان ده، لا، ده كلام مرفوض. تمام؟ ما ينفعش أميز الطفل دوت عن دوت، لا على أساس الشكل ولا على أساس اللون ولا على أساس الديانة ولا على أساس أي حاجة. مفيش حاجة اسمها تمييز ما بين طفل سين وطفل صاد، الاثنين زي بعض. ماشي؟ تمام؟ ما حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ذوي الاحتياجات الخاصة هم أي واحد بيتعرض لنوع من أنواع الإعاقة، فقد بصره، فقد السمع، فقد إيد من إيديه، عضو من أعضاء قدميه، أي حاجة. الدولة المصرية أكدت على إن دول لهم حقوق، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تمام؟ أو متحدي الإعاقة، دي مهمة جدا جدا جدا. برضو الدستور بتاع 2014، يبقى تاني دستور سنة كام 2014، في المادة 81 أكد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. يبقى أنا عندي المادة 80 أكدت على حقوق الطفل، المادة 81 أكدت على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام؟ أكدت على إيه بقى؟ حقهم في التعليم لازم يتعلموا. تمام؟ حقهم في الرعاية الصحية، حقهم في الرعاية الإيه؟ الصحية، والخدمات التي تلبي احتياجاتهم في الأماكن العامة. تمام؟ يبقى لما أجي أقول لك أكمل من نص الدستور المصري سنة 2014 في المادة رقم 81 على حقوق، هتقول لي ذوي الاحتياجات الخاصة. طب إيه حقوقهم؟ قال لك لهم حقوق في التعليم، لهم حقوق في الرعاية الصحية، ليهم حقوق في توفير احتياجاتهم في الأماكن العامة. يعني مثلا نتخيل واحد
معاق مثلا في قدمي وعايز يعدي طريق، لا لازم تبقى الدوله موفره له حاجه مخصوصه ليه هو يعدي بقى الطريق من غير ما يحس باي مشكله. تمام. نموذج من ذوي الاحتياجات الخاصه في مجتمعنا، ده مش نموذج، ده علامه فريده كبيره، عالم كبير جدا. العالم دوت اثبت للعالم كله ان الاعاقه ديت مش حاجه صعبه، والاعاقه دي ممكن اتحداها، مش اتحداها وبس، ده انا اتحداها وابقى انسان اكتر من كوني انسان طبيعي. قدامنا عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. دكتور طه حسين هو واحد من اعظم علماء اللغه العربيه، فقد بصره وهو في سن صغير، يعني كان معاق بالبصر وهو سن صغير، تحدى اعاقه فقد البصر، حصل على درجه الدكتوراه في اللغه العربيه. الدكتوراه دي بعد ما تخلص الجامعه ان شاء الله، في حاجه اسمها الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه. الراجل ده نجح انه ياخد دكتوراه في اللغه العربيه. الراجل ده الف العديد من الكتب في اللغه العربيه وكتبه مراجع. يعني ايه مراجع؟ يعني كل العلماء بيرجعوا لها ويستفادوا منها. كمان حصل على العديد من الجوائز. طب هل انت كطفل ليك حقوق بس؟ يعني ليك حق في التعليم وفي الصحة وفي طب ايه الواجبات اللي عليك؟ هل عليك دور بتأديه؟ انت عليك دور كبير جدا بتأديه ولازم تلتزم بيه، لانك كل ما التزمت بالواجبات اللي عليك كل ما خدت حقوقك كاملة. تمام؟ طب ايه واجباتي كطفل؟ ايه اللي انا المفروض اعمله؟ ده انا صغير، المفروض ايه الواجبات اللي عليا اعملها؟ لا، عليك انك تذاكر دروسك وتؤدي الواجبات المدرسيه، عليك انك تذاكر دروسك وتؤدي الواجبات المدرسيه، عليك مساعده افراد الاسره في بعض الاعمال المنزليه، يبقى لازم تساعد افراد اسرتك في بعض الواجبات المنزليه. يبقى اول حاجه عليا كطفل اني اذاكر واعمل دروسي تمام غير اي مشكله. رقم اتنين، لازم اساعد افرادي في الاسره. ماما احتاجت حاجه، ايه المشكله؟ اساعدها. بابا احتاج حاجه، ايه المشكله؟ اساعده. تمام. ايه الواجبات اللي عليها تاني؟ الالتزام بالقواعد والقوانين. الالتزام بالقواعد وايه؟ والقوانين. رقم اربعه، المحافظه على البيئه التي يعيشون فيها. لازم نحافظ على البيئه اللي انت عايش فيها. يبقى تاني بقول اهوت، ايه الواجبات اللي انت المفروض تعملها كطفل؟ مذاكره دروسك واداء واجباتك، مساعدة باباك ومامتك في المنزل، لازم تلتزم بالقواعد والقوانين، كمان المحافظة على البيئة اللي انت عايش فيها. يبقى لما يجيلك سؤال اجمل العبارات الاتية، ما واجباتك كطفل؟ هتقول لي اذاكر، اادي مساعدة بابا وماما في البيت، التزم بالقواعد والقوانين، واحافظ على البيئة. تمام؟ طيب، الى هنا ابنائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، اتمنى ان اكون قد وفقت في عرض كافه البيانات والمعلومات الخاصه بهذا الجزء من الدرس. اتمنى ان كل طفل فينا يكون ادرك ايه حقوقه وعرف ايه الواجبات اللي عليه. والى لقاء اخر في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.